متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. انستغرامات ريبيكا توضح سبب دخولها في أزمة نفسية، وهذا بعد المبلغ الضخم الذي تبرعت به في حملة جمع تبرعات حرائق وشراء قارورات الأكسجين، وقدر هذا المبلغ ب10,000 يورو، إلا أنه حسب رأيها ذهب هذا المبلغ هباء منثورا. بلا كانيوت تاع الحرائق، فوالا. من هذيك لا كانيوت حسيت روحي انسانه خامجه، حسيت روحي مسخه تاع الحرائق وتاع كورونا ايتو. لماذا؟ علاش جاني هذاك الشعور، شعور تاع الحشوه، ومرضت وما لقيتش لمن نشكي، ما لقيتش لمن نهضر، ما بغيتش نشعل النيران، ما بغيتش نتامى حتى واحد، ولكن نضريت ماديا ومعنويا. Et j'ai eu très très mal au cœur. Anna, j'ai participé à cette cagnotte. Où me dit أكثر من 10,000 يورو في la cagnotte هذيك. D'accord. ما نحبش نقول me dit وكاع باسكو الا درت لبلادي. ما بلا مزيتي كاع، بلا مزيتي. فهمتوني؟ بلا مزيتي. خير ولاد بلادي. عطيته لولاد بلادي. هذه هي. مديت لبلادي، ما مديت لحتى لواحد. داكار هم بعد ما شتش انا يا لاكانيوت بكل صراحه، وراه الدواء، وراهم لي ماشين، وراه هذيك حسيت روحي تحشات لي. جاي تري تري مال. ومن لكم احلى سلام لاحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.